عشان افرض انت معاك مش عايز تدخل دي سي فولتج، ما معكش دي سي فولتج تدخله يعني، افرض الدار اللي قبلها مثلا فولتج بتاعها هو بالزيرو، فده مش هيشتغل صح؟ لا عادي هتدخل اي سي بس، هتعمل اي سي كوبلنج كان هنا فيها امبليفاير بس الاوتبوت فولتج بتاعه اورب جراوند تمام، فده مش هيشتغل عشان كده اي سي كوبلنج وتحط الريزيستنس دي. لا هي السيلف بايسنج اصلا على طول بيظبط لك فين؟ تلاقي نفسك انت شغال هنا على طول. هو دايما هيظبطها لك عند ايه؟ تيرنج بوينت بتاعت الايه؟ بتاعت الانفرتر، بحيث لو جالك يا دوب يستخدموها في الميكسد سيجنال يعني ديزاين. لو انت جالك فولت اكبر من حتى عند سوينج صغير جدا فوق الدي سي اللي معمول بالريزيستنس دي، هتلاقي ان ايه؟ الترانزستور على طول بيسويتش. تمام؟ اي ريبل على السبلاي ولا حاجه هتلاقيها جت هنا، هتلاقيها جت هنا تمام. يعني في الاخر النقطه دي ممكن تقول انها فلوتنج صح، بس هي لو اخذت اي فولت، لو الفولت كبير هتلاقي ده فتح هيمشي كارنت، في الاخر هتلاقي ان الدايره اللي حصل فيها ان ده ستريشن ده ستريشن، هي فلوتنج نود اه بس هتلاقيها شغاله عادي تمام. اه الار اف دي بنختارها انها تبقى اكبر بكتير من الامبيدنس اللي هنا، خاصه في الهاي فريكونسي تبقى اكبر من الكاباسيتنس اللي هنا. دي سي بس، دي سي بس انت عايز تشوفها في دي سي بس، في الاي سي كان اوبن سيركت. اه طيب خلينا نكمل. عايزين نحسب هنا الايه؟ الزد انبوت نحسبها ازاي؟ الزد انبوت بكام؟ الار اف تحطها عند الانبوت عند الاوتبوت بملا يعني؟ ممكن صح ماشي، او بملا هي هي صح؟ ممكن صح، بس خلينا نعملها بطريقه ثانيه. في الاخر انا قلت ان البي موس والان موس بارلل مع بعض ولا لا؟ صح ولا لا؟ فانا اعتبرهم ترانزستور واحد بالظبط، هيبقى السيركت عامله كده. عندي هنا ار اف تمام؟ عايزين نحسب الانبوت امبيدنس، فهنحط هنا ايه؟ دي اكس ونشوف الاي اكس بكام. تمام؟ معايا؟ طيب انت عندك هنا ايه؟ ار نود ان وبي، دي اللي هي البارال كومبينيشن ما بين الار نود ان والار نود بي تمام؟ ويمشي هنا كارنت، ده يبقى الكن مش موجود. كارنت ده الجي ام بتاعته بكام؟ بجي ام ان زائد جي ام بي، فهنسميها جي ام ان وبي تمام؟ مضروبه في الفي جي اس اللي هي بكام؟ اللي هي الفي اكس صح كده؟ طيب نسمي النود دي في واي، نعمل كي سي ال تمام؟ لان الانبوت يساوي الاي انبوت اللي هي الاي اكس بقى، تلاقي الفي انبوت هو الفي اكس هتساوي الاي اكس تمام؟ في الار اف الانبوت فولتج اللي هنا هيساوي الفولت اللي على الريزيستنس تمام؟ زائد ايه؟ زائد الفي واي ماشي؟ لو عملت برضو ايه؟ هنا عملنا كي في ال، نعمل بقى كي سي ال، هتلاقي ان ايه؟ الاي انبوت بتساوي مجموع الكرنت اللي ماشي في الكرنت سورس والكرنت اللي ماشي في الريزيستنس دي، تبقى جي ام ان وبي، هسميها جي ام بس بقى تمام؟ تبقى جي ام في الفي انبوت زائد الفي واي على الار نود، الار نود دي برضه البارل كومبينيشن تمام؟ اضرب بقى في ار نود في الطرفين وهات الفي انبوت في ناحيه، هتلاقي ان الفي انبوت بتساوي كام؟ اه دي في اكس، دي في اكس ودي اي اكس تمام؟ اللي هنعمله ان احنا هنشيل الفي اكس الفي واي من هنا ونعوض بيها هنا تمام؟ كده هنجيب ايكويشن ما بين الفي اكس والاي اكس
فهمناها ان ايه؟ ال Vx بتساوي Ix Rf زائد Ix R نوت ناقص Gm Vx R نوت. هتلاقي ان زد انبوت في الاخر بكام؟ Rf بلس R نود N بارلل مع R نود P اللي هي R نود اللي انا كاتبها فوق على كام؟ على 1 بلس Gm N زائد Gm P اللي هي Gm اللي فوق مضروبه في R نود N بارلل مع R نود P. تمام؟ انبوت ايه؟ مش صح، هي في الاخر هو انت هنا فيها حاجه يعني ماشي، هي دي كانت عامله مشكله زمان، بس هي عامة انت هنا يعني ممكن تعتبرها ايه؟ كان عندك كرنت، هما الاثنين حاجة واحدة عامة، وعندك هنا ار اوت صح؟ الكلام ده بيتحول كفولتج ايه؟ عندك فولتج وعندك هنا ايه؟ ار اوت، الاثنين حاجة واحدة، بس هو معتبر ان ايه؟ ار اوت هنا بزيرو، وهنا معتبر الار اوت بانفينيتي. تمام؟ قول انت لو مشيتها كرنت امشيها بالطريقه دي تمام، وبعد كده حط ان الار اوت بانفينيتي شوف هيطلع ايه، هتلاقي غالبا نفس الحاجه، مش هتمشي كفولتج في الطريقه دي عشان هو ممكن هنا يبقى فولتج صح. ايه المشكله لما دخلنا هنا فولتج؟ هو في الاناليسيز هنا اسهل حاجه انك تشتغلها زي ما عملتها، دي اسهل حاجه تمام، مش لازم السيري بتاعت الفيدباك تبقى اسهل حاجه يعني تمام. هتلاقي ان انت محتاج بقى تحول نورتون والكلام ده، وبقى في الاخر تعوض برضه الاوتبوت بانفينيتي، وتجيب الفي اوتبوت على الفي انبوت على الاي انبوت، في الاخر تحول الكلام ده كفولتج. كان الموضوع معقد شويه لكن الطريقه دي اسهل بكتير تمام. طيب احنا هنا حسبنا ايه؟ حسبنا زد انبوت، عايزين نحسب ايه؟ الجين. نحسب الجين ازاي؟ عشان نحسب الجين هل ده شكل من اللي احنا عارفينه؟ ممكن تعمل سوبر بوزيشن صح؟ وممكن تعملها بطريقه ثانيه. ممكن سوبر بوزيشن صح؟ او ممكن تعملها ازاي؟ تعتبر برضه الاثنين بارلل مع بعض؟ طب بالظبط اكنك عايز تجيب الجن الشكل ده. تمام؟ فهي ليها حلين فعلا. ماشي؟ طيب الجن هو ايه؟ هو جي ام الار اوت. الار اوت بكام؟ وانت بتحسب الار اوت بتحط الانبوت بكام؟ بجراوند صح؟ فالار اوت هتبقى الار اف بارلل مع الار نود تي بارلل مع الار نود ان. تمام؟ الجي ام بقى نحسبها ازاي؟ ده الار اف تمام، بتحط انبوت عادي وتوصل الاوتبوت بجراوند وتشوف الكرنت اللي خارج منه بكام. تمام؟ الار نود هنا ليها لازمه؟ ملهاش لازمه صح؟ شايفها الناحيتين جراوند صح؟ تمام؟ هتلاقي الاي شورت سيركت ده بيساوي كام؟ هيساوي الفي انبوت دي جراوند، فالكرنت اللي ماشي هنا هو في انبوت على الار اف. في انبوت على الار اف. تمام؟
ناقص كام؟ الكرنت اللي ماشي هنا هو الكرنت ده زائد الكرنت ده. هيبقى ناقص الكرنت اللي نازل هنا، صح؟ طيب ناقص الاثنين ترانزستورز ان بارلل، فبنجمع جي ام تمام ونضربه في الفي جي اس اللي هو بكام؟ بالفي انبوت. انت كده عندك علاقه بين الاي شورت سيركت والفي انبوت، تعرف على طول تجيب ايه؟ الجي ام. هيطلع بكام؟ 1 على ار اف ناقص جي ام ان زائد جي ام بي. فكده جبنا ايه؟ الجين. نعم؟ ما عملتهاش، ما عملتهاش بالسوبر بوزيشن، حليتها عادي. تمام؟ اعتبرت ان ال ان موس والبي موس فرق مع بعض، فاعتبرتهم هنا ترانزستور واحد. تمام؟ المسألة اللي جاية دي طويلة شوية كماثيماتكس يعني. فهكتب لكم ال... احاول امشي فيها معاكم يعني على قد ما اقدر. في لاب دلوقتي؟ او يبدا تنزل مش عارف نلحق ولا لا المره الجايه. ابعت لكم الحل بتاعها يعني. ممكن بس حل ماشي اتفضل.